كنت بقول بشوف صوركم وبتخيل ان انتوا بقى عارفه الام والبنت اللي هم منهم من بنت صغيره مع بعض ملتصقين والعلاقه فظيعه. فهمت من الكلام ان انتوا تقربتوا لما انت كبرتي. اه متاخر. لما بدات سافرت الاردن. سافرتي تعملي ايه في الاردن؟ كنت درست طيران. قعدت سنتين هناك. فمتهيألي من ساعتها بس مين بقى اللي بدا ما اعرفش، مش فاكره. طب مين اللي بدا في فتره المراهقه بانه يبقى عنيد اكتر؟ انه هل الام هي اللي عايزه بنتها تسمع كلامها قوي ولا البنت هي المتمرده؟ بصي انا كنت شديده جدا الصراحه. غصب عني اللي تربيت عليه لقيته بيطلع مني اللي انا ما كنتش موافقه عليه من امي وابويا. روتانا برج العذراء، روتانا كانت بتخاف مني جدا وفي نفس الوقت عناديه عند رهيب عند لمجرد العند. ما هي زيك يا غاده. ما انت عنيده برضه. يا بنتي يا حبيبتي ما تاكليش يا ماما كتير. يا حبيبتي اصحابك كلهم في المدرسه رفيعين. روتانا انا مبسوطه من نفسي كده، انا شايفه نفسي احلى واحده. قولها جايبه الثقه دي منين؟ ايوه كان عندي ثقه طب الحمد لله. الحماره او الحمار اللي قالك لا بس انت تخيلي. طب والله الثقه تحسب لها. احنا مش من امنك انما يعني ما كنتوش سلسين مع بعض. لا 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 احنا كنا بنجري ورا بعض في البيت على اي حاجه. واللي اطلبه تعمل عكسه. إيه روتانا من فضلك ما تصبغيش شعرك عشان انت لسه صغيره عشان هيبوظ شعرك. الاقيها تاني يوم عاملاه احمر. لا حول ولا قوه الا بالله. بصي اي حاجه اقول عليها لا لازم تكون تاني يوم معموله. إيه انت جواكي تمرد بشكل عام ولا ايه؟ لا ما اعرفش، كنت بحب يعني كان نفسي اعملها وهي كانت دايما تقول لي لا، فبقول لها طب مامي لا ليه؟ فما كنتش مقتنعه فكنت بنزل اعملها. يعني عدم اقتناع انما مش عندي للعند يعني. انت لما تفسري بعد كده. بس احتمال تكون مامتك كانت كده وهي صغيره برضه يعني، ما هي برضه اخذت قرارات فيها تمرد في حياتها. بس ما خدتهاش غير لما يعني اتجوزت وشلت فاهمه. قلت انا اقسم بالله كنت ايه ارجع بالليل اعمل لها كمين، فاقول ايه انا هخش اشوفها النهارده اكلت ولا لا، ابص عليها كده وبعدين انزل تحت السرير. مش عايزه اقول الساندوتشات ايه عشان ما بقاش اعلان. واقوم خلصاهم مشطبه عليهم ومقفلاهم وحطاهم تحت السرير عشان الصبحيه وهي نازله المدرسه تاخدهم تخبيهم وترمي البتاع بره البيت عشان ما اعرفش. تخيلي. مامتك لما جت اعتذرت لك قالت انا بعتذر تاني عشان وهي صغيره انا ما كنتش كنت بحاول اوفر لها كل حاجه بس يمكن ما وفرتلهاش الحضن الكافي. انا بختصر لك يعني. ردك على ده ايه يا روتانا؟ او انت شايفه المرحله دي ازاي؟ الموضوع ده دلوقتي انا وهي دلوقتي بقينا هو مش صحاب يعني، الموضوع اتغير خالص. فلا مش متضايق يعني. يعني زي ما بيقولوا في هيلينج، في تصالح، ما كل ده ما اثر. الحمد لله. لا الحمد لله. لا خالص. طيب امال ليه يا ست عايشه بالذنب ومتضايقه؟ والله مش عارفه. يمكن حاجه جواها هي. هي كانت عايزه. طيب هي هل قعدتوا مع بعض بعد ما سافرتي الاردن؟ عملتوا مصارحه؟ ساعات كده الناس تقعد تصارح وتقول وتفتكر وبتاع وبعد كده يقوموا يعني زي ما بيقولوا يغسلوا روحهم من اي حاجه. قعدتوا القعدة المصارحه دي؟ لا. خلي بالك انا وروتانا عندنا كبرياء رهيب. كبرياء رهيب لدرجه ان لما نقعد مع بعض مين هيعلي على التاني فاهمه ايه؟ لحد دلوقتي؟ يعني بس خلاص بقينا حافظين بعض. يعني روتانا كده ساعات تعمل حاجات كده وانا قاعده بقى في التليفون فتعمل حاجه يا بويا وبعدين ساعات تقول لها ايه التلامه دي يا شيخه بطلي تلامه.